من أول خدمتي في إن إحنا نيجي نسجل مع نزلاء كان من سنين كتيرة جدا، وكنت أول مرة أدخل كان سجن في الوقتها كان بيطلق عليه اسم السجن، ولقيت خادمة نشيطة وجميلة، وكل السجينات كان وقت ده في سجن النساء كل السجينات تقريبا عارفينها باسمها، وكل واحدة فيهم بتديها طلبات عايزة توصلها، يعني كلام تقول لها اعملي كذا لأهلي، اسأليني على أولادي، وخدمة كده فيها حميمية، وكأنها أختهم كأنها بنتهم كأنها مامتهم، لأنها كل الأعمار كانت موجودة في الوقت ده. في اليوم ده أنا فضلت أراقب وأتعلم، كان أول خطوة ليا إن أنا أشوف سجناء أو نزلاء، فحبيت أعرف لحد ما اتقابلنا النهاردة بعد كل السنين دي تقريبا أكتر من 10 سنين وأكتر كتير، وهي في الخدمة العظيمة دي بنفس الحالة، السجينات بيندهوا عليها، النزلاء بيندهوا عليها، يطلبوا منها حاجات توفر لهم ردود إن هي اطمنت على أهلهم أو أيا ما يكون اللي هم عايزين يعرفوه عنهم، وكأنها هي عينيهم بره وقلبهم اللي بيطلع يسلم على الأهل ويرجع تاني. برحب بيكي. مقدمة كبيرة قوي وجميلة قوي وبشكرك عليها، ما استحقهاش دي. لا دي نعمة كبيرة إن الواحد يخدم في مكان زي كده، وهو فعلا بيبقى بيخدم من قلبه، لأن كل واحد نازل عارف رايح يقابل المسيح زي ما هو وصانا، وإحنا ماشيين كمان المسيح جاي معانا، فهو المسيح بيفتقدهم وإحنا بنفتقد المسيح، فبنرجع إحنا اللي مخدومين، إحنا مش بنخدم، إحنا عينيك مدمعة. إحنا حقيقي إحنا اللي بنتخدم بنعمة ربنا، إحنا بنتخدم، وأحلى حاجة بتفرحنا بنشوف توبة، التوبة دي بتفرح السماء، خاطي واحد بيفرح السماء، فما تلاقي واحدة بتبقى داخلة في المخصوص الإعدام وعارفة إن ليها بعد التوبة نهايتها إيه، عارفة الأبدية مستنياها، دي حاجات كلها تفرح القلب، وده بنحقق الوصية اللي المسيح وصانا بيها. طيب أنا تخطيت إن أقول لك عرفيني بنفسك من كتر فرحتي بالخدمة، وبتاريخ الخدمة بدأت إمتى؟ بس عشان عايزة أسألك على حاجة. مدام إيمان أنور بسطة، كنيسة العدر الزمالك، من 27 سنة أو 25 سنة اللي عيني في الخدمة دي قداسة البابا شنودة، فكنت بخدم الأول قبل كده، ووقفت الخدمة، وبعدين كنت معاه في لجنة البر، وطلب مني أني قال لي خلاص أنت مكتوب على أورتك السجن، فراح ندهني وقال لي هتاخدي مسؤولية السجن وتقدري معاكي خدام، ومن ساعتها بقى أنا مع أبونا مرقس، وبعدين مع أبونا يوسف وأبونا أبرام، وبروح الأربع سجون دلوقتي، إحنا متشحططين الحقيقة. خليني أسألك، أصعب حالة شفتيها من يوم ما دخلنا وكنت بتقولي دي حالة ما فيهاش أمل، ولقيت الأمل فيها كان أكبر من متوقع؟ الحقيقة كتير، بس كان في عندنا واحدة إعدام، وكانت تطلع تقول لنا وهي لابسة الأحمر أنا هطلع برا، فكنت أقول لها إن شاء الله إن شاء الله، هي حاليا خادمة برا، وتغيرت القضية خالص بأوراقها طبعا بحكم عادل، هي كانت محرضة ما كانتش قتلة بالظبط، ولكنها خرجت دلوقتي وهي دلوقتي بتشهد وهي خادمة في الكنيسة، فدي كانت بالنسبة لنا حاجة، ربنا اللي بيتدخل في القضايا دي، ولا القاضي ولا المحامي ولا حد. في حالات إدمان مش هنقدر ننكرها طبعا، حالات الإدمان دي بعد ما بتدخل مراكز التأهيل والإصلاح التعامل معها بيبقى إزاي؟ هو مش سهل قوي، بس صدقيني قعدتهم هنا ويبطلوا الإدمان ده تدريجي، لأنه برق بيفرق وبيبطلوه بس بعد مدة، وحتى اللي بيدخلوا شاربين سجاير هنا، سجاير محطوط فيها حاجات طبعا، كل ده مش موجود، فكل ده بيتبطل. والحقيقة أنا عايز أشكر كل السجون، الناس اللي أنا بروحها، المأمور ورئيس المباحث وكل المسؤولين عاملين الواجب وزيادة، كفاية إن إحنا عندنا كنايس في كل سجن. إحنا صلينا مع بعض في الأول في قاعات، أنا يعني دلوقتي بقينا في كنايس، وأحلى كنايس بأحلى ستر بأحلى صور بأحلى أيقونات، يعني حاجة جميلة. تقول لنا إيه ده؟ أقول كل سنة وأنتوا طيبين، وتعيشوا كده وتيجوا تخدموا زي ما إحنا بنخدم، وتتباركوا بيهم، إحنا بنتبارك بيهم صدقيني، بنروح فرحانين إحنا قابلينهم، وإن إحنا فرحنا القلوب. أهم حاجة تعرفيهم إنهم محبوبين، وتطبطبي عليهم وتحضنيهم وتحبيهم، مش عايزين غير كده. ممكن يعوزوا طلبات ده حقهم، يعوزوا رسائل يوصلوها حقهم، وعلينا ان احنا ننفذ ونقول امين. اشكرك جدا، شرفت بيكي، كل سنه وحضرتك طيبه.